سلام متابعي الكرام، مرحبا بكم معايا من جديد بوصفة جديدة ديال حلوة لابيش للسنة الجديدة اللي تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتيو يا ربي. وكنعتذر لأني ما نزلتهاش من قبل للأسف بسبب ظروف معينة. ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير ديال لاجينواز والشوكولا فهي كتجي سهلة وناجحة 100%. غنحتاجو 4 البيضات بحرارة المطبخ، 120 غرام سنيدة، 80 غرام دقيق، 40 غرام كاكاو مر. كناخد بول، كنهرس البيض، كنضيف سكر سنيدة، قبيسة الملح، وكنبدا نطرب بالطراب الكهربائي حتى يرغوي لنا البيض ويتضاعف الحجم ديالو ويبيض ليه اللون. ملي كيبيض اللون ديالو على هاد الشكل هذا، كناخد غربال وكنغربل بيه الدقيق والكاكاو لجوج دفعات، كناخد سباشيل وكنبدا نخلط من تحت لفوق. كناخد اللاطة تكون ملبسة ببابي كويسون ونصب الخليط ونبسطه على اللاطة كاملة، وكندخلها الفران مسخن من قبل وكنخليها تطيب على 160 درجة مدة 10 دقائق.
ملي كنخرجها من الفران كناخد بابي كويسون وكنعملو ليها من الفوق وكنغطيها بمنديل ثم كنقلبها وكنزول لها الورق كنزول لها الورق تماما كيف ما كتشوفوا في الصورة وكندلف فيها وهي سخونة وكنخليها حتى تبرد تماما عاد نستعملها ندوز الآن المقادير ديال لاغاناش مونتي عندي كاسرول فيها 300 غرام ديال لاكريم فريش وعندي 250 غرام شوكولا نوار نوعية جيدة كناخد الكاسرول كنعملها فوق العافية حتى كتبدا تغلي لينا لاكريم فريش وكنكبها على الشوكولا كان داك الخلاط من الوسط وانا غادي حتى الجناب حتى كيدوب لينا الشوكولا كامل وكتولي فيه واحد لابغيونس ديك الساعات كناخد بابي فين وكنعملو على لاغاناش وكتكون اون كونتاكت معاه وكنخليها تبرد تماما في الثلاجة حتى كتقصح مزيان من بعد بقصحت لينا لاغاناش كيف ما كتشوفوا في الصورة كناخد الطراب وكنطلعها مزيان كناخد الجيلواز من بعد ما بردات هنا واخا تكسر لكم ماشي مشكل
كنبدا نسقيها بشويه ديال الحليب يكون بارد، كنسقيها غير شويه باش ملي نجي نلفها ما تتكسرش ليا. كناخد النص ديال لاكاناج وكنبدا نايطالي بيه لاجينواز ديالنا. ثم كنلفها غير بشوية، فأنا كنلف وأنا كنضغط عليها حتى كنكمل الدورة كاملة. كناخد شوية ديال لاكاناج وكنغطي بيها الروليو كامل. كناخد 3 قطع ديال الشوكولا، جوج دائريين اللي غادي نمثلو ليهم الخدود، والثالثة على شكل مثلث اللي غادي نديروها في الوسط واللي هي الأنف ديال لابيوش كيف ما كتشاهدوا في الصور. كناخد لاكاناج وكنبدا نإيطالي في لاكاناج وكنغطي القطع ديال الشوكولا. كناخد ملعقة صغيرة وكنبدا نطراسي بلاصة ديال العيدين اللي غنغطيهم من بعد بلا باتر سوكر بلانش. كناخد لا باتر سوكر كنعمل منها حريبلات صغار اللي غادي يمثلوا لنا لي سورسيل ديال لابيل. كناخد كاكاو مر وكنغبر بيه لابيش كامله باش كيجي اللون تقريبا كلون الشجره. كنغطي لي سورسيل وكنغطي الخدود والانف، مهم كتغطى كامله.
كناخذ لاباطا سكر وبنفس المعلقه اللي ترسيت بها العينين كنقطع جوج ديال القطع. كنقادهم شوية وكنعملهم في البلاصة المخصصة ديالهم. وكنعملو جوج دوائر صغارين ديال الشوكولا فوق لاباطا سكر. كنهز الكاطو ديالنا وكنحطه فوق كرتونة ديال التقديم على شكل مستطيل. كناخد باطا سكر باللون احمر كنعملها على شكل لسان وكنحطها تحت الانف شويه كنثبتها مزيان. وهنا كناخد قطيب خشبي وكنبدا نعمل لفه ديال الشجره. من التحت ومن الفوق بشكل عشوائي. وهذا هو الشكل النهائي. كنقدمها لكم بالصحة والراحة وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وما تنسوش مشاهديه إذا عجبتكم الفيديو شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وسنة سعيدة.